معظم الناس اللي سافروا لدبي لازم سمعوا أو زاروا أو ترددوا على سوق مرشد، اللي يعتبر من أقدم أسواق دبي وأكثرها شعبية وأكثرها ازدحام. موقع السوق هو في منطقة الراس في بر ديرة، يم مركز البريد وسوق السمك وأسواق الذهب، وهو يشتمل على دكاكين تبيع بالجملة والتجزئة كل أنواع السلع والبضائع والكماليات المستوردة من الهند والصين وإيران وتايلاند وهونغ كونغ وتايوان، خصوصاً البخور والعطورات والملابس والأقمشة والسجاد والحقائب والأدوات المنزلية والإلكترونيات، إضافة للأعشاب والبهارات الشعبية الهندية اللي لها استخدامات تقليدية مختلفة في عموم منطقة الخليج. وعلى الرغم من ظهور أسواق أخرى شبيهة لسوق مرشد أو مختلفة عنه في دبي وسط الأبراج العالية، وعلى الرغم من انتشار المولات والمجمعات التجارية الفخمة والمريحة في مختلف أرجاء دبي اللي تسابق الزمن في كل شيء، إلا أن سوق مرشد تم محافظ على طابع التقليد الخاص يتحدى بها الأسواق الثانية في جذب المواطنين والوافدين والسواح من مختلف الأعمار والطبقات والجنسيات. وبعد هذا السوق يتفنن من حيث طريقة عرض البضائع ومن حيث الدكاكين اللي مصممينها بطريقة تبرز الملامح العمرانية القديمة لدبي. والشيء اللي ما عليه خلاف هو أن هالسوق تغير وايد عن الشكل اللي كان عليه قبل سنين، مثل كل شيء في دبي. ودليلنا هو الكلام اللي قاله واحد من أوائل الناس اللي فتحوا دكان في هالسوق، وهو رجل الأعمال الإماراتي والتاجر المعروف في مجال تسويق العطورات العربية والعود ودهن العود في دبي، أحمد فولاذ حسن فولاذ. فولاذ قال في حوار نشرته جريدة الاتحاد الإماراتية في يوليو سنة 2010 أن أغلب تجار سوق مرشد أيام الأول كانوا من أهل دبي وبعضهم من بلاد فارس، يعني ما كان بينهم تجار وبياعين آسيويين مثل ما هو الحال هالأيام. وقال بعد أن السوق كانوا يسمونه أيام الأول سوق التمر، وكان فيه وكان يعني هالمكان تجمع فيه اللي جايين من جبل حتى ومن صحراء دبي ومن الجزر للتزود بكل احتياجاتهم، وأيضا كان مكان يجون هل دبي من شان يبيعون فيه التمر والفحم والحطب والسمن واللبن والمعيز وبعض المصنوعات المنزلية. السؤال اللي يفرض نفسه عقب هالمقدمة اللي وصفنا فيها سوق مرشد وتحكينا فيها عن شيء من تاريخه، هو ليش سموه سوق مرشد ومن هو مرشد هذا؟ طبعا هناك سوق نايف الشعبي الموجود على بعد مسافة قصيرة من سوق مرشد، وسموه بهالاسم نسبة لجلعة نايف في بر دبي، وهي جلعة أمر ببنائها حاكم دبي الأسبق المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في سنة 1939 لجل ما يكون مقر لأول مركز لشرطة دبي وأول محكمة حديثة ومكان للتوقيف وسكن لبعض الضباط. لكن بالنسبة لاسم مرشد ما كان في مكان أو أثر بهالاسم حتى ينسبون للسوق. نية الحين للحقيقة وصلب الموضوع، وهو أن وايد ناس ما يعرفون أن مرشد اللي ارتبط اسمه بهالسوق هو التاجر الكويتي مرشد راشد القحطاني الشهير بمرشد العصيمي.
واللي استعار لقب العصيمي من خاله دخيل العبد المحسن العصيمي اللي تولى تربيته ورعايته قبل ما يستشهد في معركة الجهرة. والمشاهدين الكرام اللي ما عندهم فكرة عن هالمعركة نقول لهم معركة الجهرة هي معركة صارت في الجهرة غرب مدينة الكويت بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1920 بين قوات آل صباح بقيادة الشيخ سالم المبارك الصباح وقوات الإخوان البدو المتشددين بقيادة فيصل بن سلطان الدويش اللي كانوا موالين وقتها لسلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه. في مقال منشور في صحيفة القبس الكويتية في شهر مايو سنة 2015 ورد فيه أن العصيمي تزوج من بنت خاله من عقب استشهاد خاله في معركة الجهرة اللي خبرناكم بها، خصوصاً وأنه كان تربى في بيت خاله. لكن محمود يوسف الفليج وهو حفيد مرشد العصيمي يخبرنا في مقال ثاني هم منشور في جريدة القبس في إبريل سنة 2010 أن جد الأم مرشد العصيمي انولد في الكويت في العقد الثاني من القرن العشرين وأن عاش في الكويت حتى سنة 1944 وعقبها سافر لدبي بحثاً عن الرزق. ومن الأشياء الثانية اللي خبرنا بها الفليج أن جدة عاش في دبي مدة طويلة مارس خلالها الأعمال التجارية والعقارية فحقق نجاح كبير، خصوصاً وأن دبي في ذيك الفترة المبكرة من القرن العشرين كانت تخطو خطواتها الأولى نحو التنمية والتمدن. كنوع من التأكيد على كلام الفليج حول ممارسة العصيمي للتجارة في دبي ونجاحه فيها يقول أنه خذ الإماراتي العيوز علي عبد الله ميرزا من خور فكان في مقابلة مع جريدة الإمارات اليوم منشورة في نوفمبر سنة 2010 أنه كان يسافر بالبحر لبمبي وكلكتة وكيرلا لجل ما يشتري من هناك الأخشاب اللي تستخدم في صنع السفن والأبواب ويشتري بعد الشندل اللي كانوا الناس أيام الأول يستعملونها في بناء أسقف المنازل والغرف، وعقب ما يرجع بهالأخشاب والشنادل لدبي كان يبيعها على العصيمي اللي كان عنده دكان عود في منطقة ديرة يبيع فيها مثل هالمواد. وفي مصادر تأكد أن العصيمي كان يجيب هالمواد والبضائع بنفسه من الهند لأنه كان يملك عدد من المراكب اللي تسافر ما بين موانئ الهند والخليج وشرق أفريقيا مثل مومباسا وزنجبار، وكان عنده نوخذة كويتي معروف وخبير في الملاحة يشتغل وياه اسمه ناصر بن يوسف بن حجي بن ناصر. لكن نشاط العصيمي ما كان محصور بس في مثل هالأعمال التجارية والعقارية، فبالإضافة إلها دش العصيمي في مجال الصناعة الترفيهية بدليل أنه كان وراء تأسيس أول صالة سينما في دبي، يعني قبل ما تظهر صالات سينما ستراند وسينما النصر وسينما بلازا وغيرها لمدة 20 سنة. حول هالموضوع يخبرنا الكاتب إبراهيم الملة في مقال طويل انشره في صحيفة الاتحاد الإماراتية في إبريل سنة 2015 أن هل دبي ما عرفوا السينما كطقس فرجوي وترفيه بصري إلا في الخمسينات من القرن العشرين يوم ما بنى رجل الأعمال الكويتي مرشد العصيمي أول صالة سينمائية وسماها سينما الوطن. بالإضافة لكل هالأشياء اللي ذكرناها عن العصيمي
لازم نخبركم أن العصيمي كان معروف في دبي باسم أبو المعلمين. فشن هي قصة هالتسمية؟ يقول رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق في دولة الكويت الشقيقة الدكتور محمد إبراهيم الشيباني في عمود له منشور في جريدة القبس بتاريخ 25 أبريل سنة 2009 أن المدرسين في دبي أطلقوا على التاجر مرشد العصيمي لقب أبو المعلمين لأنه كان يحل لهم كل مشاكلهم ويدفع الرواتب الشهرية لكل المدرسين الكويتيين والمصريين المنتدبين من الكويت ومصر للتدريس في إمارات ومشيخات الساحل المتصالح اللي نسميها اليوم الإمارات العربية المتحدة. لكن العصيمي طبعاً ما كان يدفع هالرواتب إحسان أو صدقة منه، كان عقب ما يدفعها يكتبها في سجلاته ويستحصلها في نهاية كل عام دراسي من دائرة المعارف الكويتية اللي تحولت لوزارة التربية والتعليم عقب ما استقلت الكويت. ويمكن نأكد هالكلام بكلام ثاني حول نفس الموضوع منشور في استطلاع سوته مجلة العربي الكويتية الشهرية في عددها رقم 22 لسنة 1960، والكلام كان على لسان الأديب والدبلوماسي والمفكر الكويتي من أصول حضرمية المرحوم أحمد السقاف اللي وصف العصيمي بالصديق الحميم وصاحب التج الشخصية الجادة، صاحب الشخصية الجادة في عملها والريال الودود والمرح والعاشق للنكتة. قال السقاف أن حكومة الكويت يوم ما بغت في أواخر الخمسينات تقدم مساعدات وخدمات تعليمية لإمارات ومشيخات الساحل المتصالح راحت تدور عن شخصية تساعدها في هالمهمة، فما حصلت أحد أحسن من التاجر الكويتي المقيم في دبي مرشد العصيمي. وقال سقاف بعد أن العصيمي قبل المهمة لكن أصر على أن تكون تطوعية يعني من غير مقابل، وقام بالمهمة بأفضل صورة لما أسست الكويت عقب استقلالها جهاز خاص مكلف بالمهمة تحت اسم الهيئة العامة للخليج والجنوب العربي. وهالهيئة كانت عبارة عن جهاز مستقل مرتبط بوزارة الخارجية الكويتية وتأسست في مطلع الستينات بهدف بناء المدارس والمعاهد والمستشفيات والمستوصفات في اليمنين الشمالي والجنوبي وفي البحرين وجنوب السودان ومشيخات الساحل المتصالح كترجمة لقناعة حكام دولة الكويت الشقيقة بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه دول المنطقة الأقل نمواً والأكثر حاجة. وهالكلام ما يختلف وايد عن كلام محرر جريدة القبس قيس الأسطى واللي قال فيه أن المساعدات التعليمية الكويتية لإمارات الساحل المتصالح كان يطرش حاكم الكويت وباني نهضته المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمة الله عليه، وكانت تشتمل على رواتب المدرسين المنتدبين من الكويت ومصر، وبعد تشتمل على الكتب والكراريس والمواد القرطاسية الأخرى، وكانت هالمعونات يجمعونها أول شيء في منزل مرشد العصيمي بالكويت وبعدين يطرشونه لدبي على عنوان العصيمي. تعالوا الحين نتحكى شوي عن عائلة العصيمي وجذورها. عائلة العصيمي تعتبر من العائلات الأصيلة المؤسسة للكويت،
وترجع أصولها لنجد، وتقول المصادر الخاصة بالعائلات والأنساب في الخليج وشبه الجزيرة العربية أن أجداد العائلة انزحوا للكويت من محافظة الزلفي السعودية بحثاً عن العمل ولقمة العيش وطلباً للعلم. تأكيداً لهالمعلومة قريت في موقع تاريخ الزلفي الإلكتروني أن الزلفي مثل غيرها من مناطق نجد تعرضت في الفترة السابقة لقيام المملكة العربية السعودية، تعرضت لموسم قحط وجوع وفتن وحروب وأوبئة، ولهالسبب انقرضت بعض أسر الزلفي تماما، ورحلت الأسرة الباقية للحسا أو الزبير أو البصرة أو الكويت، وبعضها وصلت حتى لبلاد الشام، خصوصا أن هل الزلفي كانوا مشهورين أقدم الأزمان بحب السفر والترحال والتغرب لفترات طويلة، مثل ما قال عنهم المؤرخ النجدي الشهير حمد بن لعبون. والمعروف عند هل الكويت أن أسرة العصيمي كانت من بين أكثر من 150 أسرة هاجرت من الزلفي وانزلت في خيطان هرباً من موجة الجوع اللي ضربت نجد في سنة 1328 للهجرة، وهي السنة المعروفة بسنة ساحوت. ونقدر نقول أن أحسن وصف لأوضاع نجد الصعبة في ذيك الفترة هو بيتين من الشعر قالهم شيخ عنيزة عبد الله بن هذال: حلفت أنا يا نجد ما أرخصك عندي، مير الدهر والوقت في نجار، 7 سنين ما لمع فيك برق، مات الحلال ويبست الأشجار. أما جهة النسب أن العصيمي يرجعون إلى رشيد بن سليمان من بني العنبر بن عمرو بن تميم، وهذا انتقل من قفار وهي مدينة في شمال المملكة العربية السعودية كانت مسكن لقبيلة بني تميم وكانوا يسمونها أيام الأول الههيمة. انتقل رشيد بن سليمان للزلفي سنة 1190 للهجرة، ومن الزلفي هاجر هو وقبيلته للحسا والكويت والشام للأسباب اللي خبرناكم بها قبل شوي. وهالشيء أكده علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر في الجزء الثاني من كتابه جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد، وأكده بعد عدد من المهتمين بالأنساب من أمثال حمد الحقيل وعبد الكريم الحقيل والشيخ محمد العثمان القاضي والأستاذ ماجد السنيدي. ومن اللي يابوا طاري مرشد العصامي في كتاباتهم الأكاديمي والصحفي الأمريكي كريستوفر ديفيدستون، صاحب كتاب دبي النجاح غير المحصن اللي صدر بالإنجليزية عن مطبعة جامعة كولومبيا في نيويورك في سنة 2008، وهو كتاب ترجمة للعربية فضل سالم تحت عنوان دبي للنجاح ثمن. في هالكتاب يقول المؤلف عن العصيمي أنه تاجر كويتي قدر يكون لنفسه ثروة عودة في خمسينات القرن العشرين من خلال استيراد المواد الغذائية وتسويقها في زمن كانت فيه المنطقة تعاني من نقص شديد في المواد الغذائية، وهذا خلاه يصير صاحب نفوذ اقتصادي وجاهة اجتماعية في دبي ومنزلة خاصة عند الحاكم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم اللي اختاره كواحد من جلاسه وضمه لمجموعة مستشارينه
وأوكل بعد مهمة حل الخلافات والمنازعات على الطريقة القبلية. وهالمنازعات في ذيك الأيام كانوا يتوصلون لحلها من خلال محاكم خاصة كانت تعقد جلساته داخل منازل الأعيان والوجهاء مثل منزل العصيمي ومنزل بن سليم. وعقب مدة صارت تعقد جلساته داخل قسم من المدرسة الأحمدية، وعقبها نقلوها لدكان في سوق العرصة في برديرة قبل ما يأسون المحاكم الرسمية بشكلها العصري في سنة 1956. نقدر نقول باختصار أن العصيمي لعب دور مهم في تاريخ دبي، تاريخ دبي الحديث، قبل ما يقرر الرجوع لديرة الكويت بصورة نهائية في سنة 1972. وبهالقرار أنهى العصيمي رحلة كفاح ونجاح امتدت لأكثر من 30 سنة. لكن رجوع للكويت ما خلاه ينسى دبي، فكان يتردد عليها من فترة لفترة وهو في طريقه لزيارة بعض البلادين العربية والأجنبية مثل مصر ولبنان وبريطانيا، ليه ما توفى في 3 يناير سنة 1975 في الكويت اللي دفنوه فيها. والمعروف أن العصيمي ترك وراه 3 بنات، لأن ولد الوحيد خالد توفي في سن مبكره.